ضربة ركنية لمصلحة أحمرنا اليمني تلعب على القائم الأول راسي الله أنور الطريق يسجل في ضربة هدف أول بالرأس وضعها أحمرنا اليمني أسود سبا دائما وأبدا ما تبحث عن المركز الأول يسجلون هدف أول الآن على حساب المنتخب الليبي شوفوا ضربة الركنية شوفوا الطريق بالرأس وضعها في المرمى معلنا عن تقدم أحمرنا اليمني في